شحال تحفير الروح بالخمور؟ شحال معز؟ ذاك الواش ما جمعت كل شك. شحال؟ أنا عشت فيهم، أنا ولدت المغرب، عندي 70 عام في المغرب أنا. أنا ماشي عشت المغرب، عندي 70 عام أنا. أنا بكو. ويلاه سبحان الله. سبحان الله، نعم إيش كذلك؟ العرض تحفير الروح، ولكن نستاهلوا. نستاهلوا، ما بغيناش شريعة الله، ما بغيناش على قال القرآن والفائدة والحديث والآية ونشوفوا قرا سيرة الرسول كيفاش جوج بناته ولما ما بغيناهاش. ملا قلت دابا في الصباح لواحد، يا في الصباح البارح أنا كنت في واحد العرس، غتقول له عرس يقول لك أه واش من شيخات جابوا؟ العرس ما كنعرفوش فيه القرآن، تقول لا ما كاينش شيخات، واحد دار الدرس وواحد قرا القرآن، القرآن؟ القرآن في العرس، إوا قلنا زهد. الكنيسة ما عرفوا الكنيسة ما تدوش في القرآن، ما كاينش اللي ما يموت له شي با ولا ما يقول له شي بطلة، جيب أسير أقرأوا على القرآن، يا سلام واش كتلعبوا كلام الله؟ كياكل كيقرأ القرآن ويدك. القرآن بالدكة؟ أنت وصاح ما تقول لي يتكلم، أش تقول له؟ ما حدات ما تكلمش. أنا عندي قول تقول. القرآن كلمة خليهم تي مضغ ماشي هذه كتمضغ رموا لي نيكس خدا وغادي تصمد ما جاياش هذا التخربيط هذا نقطعوا الماكلة نقطعوا الأتاي إذا قرآن تستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سبحان الله كذلك ورتل القرآن لا تحرك بلسانك لتعجل به شو غير هذيك اللي كتغني لكم كتضل الناس بالكلام ديال الغنى ديال الفحشاء ديال المنكر اش كتقول وتعطلت لغة الكلام مدلت مشبع في ستر الحركات واللي كيقرا القران قال زعمك تعطي 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 البوضاس مالك اخويا شي شي كلام الله ورتل القران ترتيلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده وقران فرقنا ولي تقر الناس عليه مكت هذا هو القرآن عظم كلام الله عظم صمت واسمع وتمعن وتدبر وعرف الآية والمرمى والمغزى كما كان سلف صالح وانزل بها الواقع طبقها نعم يرفعك بها الله ماشي ما صدق الله العظيم الله يرحم لك راكم رفقي هاك رفقي واحد السورة على با قرات على الرحمة إلا بغيت توصل لبوك احنا جاهلين ما فهمناش القرآن هذا حالتنا حتى احنا ما حدا كنقراو بهذه الطريقة وحتى احنا حالتنا حتى احنا ولادنا عريانين احنا عافينا الشباب ديالنا كيضال حتى احنا ما بغيناش نعظموا كرام الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الى عظمتي شعائر الله الى عظمتي كلام الله وطبقتيه وتمعنتيه والصلاه وكذا راه كنت ما شاء الله راه من تقوى القلوب راك تقيه اكثر من 80 ايه الله ذكر لك التقوى ان اكرمك الله يتقاكم واتقون يا اولي الالباب اتقوا حتى شي الاتقياء نادى المنادى المنادي من مكه السماويه بالتقوى يا ايها النبي اتق الله ما معنى النبي اتق الله اي زيد في الطاعه يا محمد زيد في تطبيق القران يا محمد زيد في الصلاه لعل الجاهل يسمع اتق الله يقول يا سيدي محمد قال الله اتق الله يا دار شي حاجه حاشا وكلا وما ينبغي له حاشا قرا السيره النبي تلقى فيه شي اشاره حمراء لا مع الزوجه ديالو ولا مع المجتمع ولا مع اليهود ولا النصارى ولا وتقول كان خلع وانك لعلى خلق عظيم ومع ذلك قالوا اتق الله باش عشان نتقي الله اي زيد في التقوى ان التقوى ما شاء الله يعني شرح سيدنا عليه اربعه اركان الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناع بالقليل لاستعداد يوم الرحيل هي تحل المشاكل العالم والله الا اعترف بها برنارد ديشو الكاتب الايرلندي قال لهم لو كان محمد بيننا في قل العشرين يحل مشاكل العالم لتما يتعاطى فنجان من القهوه برنارد ديشو كاتب ايرلندي انا كي ما بغا يكون نقرا عليه حكمة ضالة يكون كافر ولا مؤمن ولا رسول الله خذ النصيحة حتى عند الشيطان الحديث راه صحيح عندكم ديال ابا هريرة ما فعل اسيرك هذا يا ابا هريرة لما قال له يا رسول الله استعطفني ورغبني وقال لي الحديث صحيح مشهور راه معروف لك غير المعنى ديالو بسرعة باش نفهموه يا رسول الله استعطفني وقال لي عندي عيال لقيني وقال لي نعطيك واحد الفائدة لا تقتيني قال له شي قال لي من جيت نعس ما تنعس حتى تقرا آية الكرسي الشيطان ما يضرك فيه قال له رسول الله صدقك وهو كذب خذ منه النصيحة نعم الشيطان والحديث في البخاري مسلم صحيح أليس كذلك؟